الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ما زلنا في رحلتنا المباركة مع سيرة هذا الإمام العظيم الذي من الله به سبحانه وتعالى على هذه الأمة فجدد لها أمر دينها وهو الإمام الشافعي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان الإمام الشافعي فقيها فقهه الله سبحانه وتعالى في الدين وأجرى على يديه الكثير من الخير والعلم لهذه الأمة وتفقه على يده الكثير من أبناء هذه الأمة، فكان له أجر فقهه وأجر كل من تعلم منه رحمه الله. توقفنا في سيرته رحمه الله، قلنا أن أمه ذهبت به صغيرا إلى مكة فحفظ القرآن، ثم بعد العاشرة ذهب إلى المدينة، وبعد أن حفظ موطأ الإمام مالك وقابل الإمام مالك وتعلم منه، ثم وأخذ كما ذكرنا من مدرسة الحديث مدرسة الأثر وهي مدرسة الإمام مالك وأهل المدينة، ثم انتقل إلى البادية إلى قبيلة هذيل فتعلم الشعر وتعلم اللغة العربية، ثم انتقل إلى العراق فقابل طبعا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي في نفس العام، وبعض الناس يقولوا في نفس اليوم الذي ولد فيه، والأرجح أنه نفس العام الذي ولد فيه الإمام الشافعي، فقال الناس مات إمام وولد إمام، فتتلمذ على يد محمد بن الحسن أحد كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. وبهذا اللقاء أخذ الإمام الشافعي من مدرسة الرأي مدرسة القياس، فجمع الله سبحانه وتعالى على يديه هذا اللقاء بين المدرستين مدرسة الحديث والأثر والنقل ومدرسة الرأي ومدرسة العقل والقياس. وبهذا استطاع الإمام الشافعي أن يتميز عن الكثير من الفقهاء، ولذلك اعتبره المؤرخون المجدد الثاني، لا لأنه أفضل من أبي حنيفة أو مالك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولكنه قام بتأسيس ما سأعطيكم مثال. نحن نعيش الآن في عصر العلم والتقنية الحديثة، فهب أن هناك ما نسميه التوحيد القياسي، تشتري شيء معين بوحدة أطوال معينة أو وحدة أوزان معينة، فتخيل أنك تستورد من الصين أو من الهند وتصدر إلى بلد أخرى في أوروبا، لو أن مقياس الميزان مختلف،
الطن هنا في كندا يختلف عن الطن في الصين، يختلف عن الطن في أوروبا، لحدث كثير من الاختلال. ولذلك تتفق الناس، نقول لا 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 لا، تعالوا نجتمع ونعمل ما نسميه التوحيد القياسي. هذا التوحيد القياسي نقوم به بكل الأعمال التي نقوم بها في الأطوال وفي الأزمان وفي كل المقاييس، تكون لها وحدة قياسية واحدة. هذا شبيه بما تميز به الإمام الشافعي رحمه الله حينما أسس لعلم أصول الفقه كأنما قام بعملية توحيد قياسي لعملية صناعة الفقه وصناعة الفتوى. كان كل فقيه أو إمام يقوم بتأصيل آرائه الفقهية بإصدار الفتاوى حسب ما يتراءى له. جاء الإمام الشافعي فكان أول من وضع لبنة علم أصول الفقه، وضع مقاييس علمية واضحة محددة، استطاع كل الفقهاء حتى المدرسة المالكية والمدرسة الحنفية أخذوا هذا الأسلوب وجعلوا لهم نفس الأمر هو علم أصول الفقه. وبهذا تميز الإمام الشافعي رحمه الله، ولذلك اعتبره المؤرخون المجدد الثاني لهذه الأمة. وبرغم هذا لم يكن الإمام الشافعي مغرورا أو متكبرا، لم يقل أنا صنعت هذا أنا، كان دائما يعترف بالفضل لمشايخه وخصوصا أبي حنيفة والإمام مالك. كان يقول عن الإمام أبي حنيفة: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، يعني يعتمد على فقه أبي حنيفة، على طريقة أبي حنيفة في القياس والرأي وإعمال العقل وهكذا. وكان يقول عن الإمام مالك، يقول: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن أنس. وكان يقول: إذا جاء مالك فمالك كالنجم. هذا الإمام العظيم كان يقر بالفضل لمشايخه. العلم تراكمي، العلوم الإنسانية تأتي أنت الآن. كثير يعني كان أحد يسألني، أتى الشباب يقول: نحن أعلم ممن سبقنا. هل هذا صحيح؟ هل نحن أعلم ممن سبقنا؟ طبعا هذا سؤال خاطئ، لأن العلم ليس فرديا، العلم علم البشر. العلوم التي في يدينا الآن ليست صناعتي ولا صناعتك، ولكن هي صناعة الإنسان من لدن آدم إلى يوم القيامة. فأنت في الدور العاشر، لكن أنت لم تصل إلى الدور العاشر مباشرة. جدك وجد جدك، كل جيل يأتي يبني طابقا أو دورا من هذا البناء العلمي العظيم. والبشر تستفيد من الخبرات السابقة. حين كل اختراع نستخدمه الآن، كل جهاز نستخدمه الآن، لولا السابقون من آبائنا وأجدادنا ما استطعنا أن نتمتع بهذه التقنية والعلم الذي نعيش فيه. وإلا فالعلم الآن، العلم البشري، هو أعم وأشمل وأكثر من العلم في الأجيال السابقة. ولكن ليس هذا معناه أننا أفضل منهم، بالعكس. قد يكون أدوات القياس والذكاء والجهد الذي بذل من العلماء السابقين قد يكون أكثر ممن معنا هم الآن. تخيل أي بناء معماري، هم بنوا بأدوات يدوية بسيطة. انظر إلى المعابد والأهرامات والأثار في العراق والأثار في اليمن والأثار في الأردن والأثار في أمريكا الجنوبية. كل هذه الأثار بنوها في سنوات طويلة بأدوات يدوية بسيطة. أما الآن فنحن نستخدم الأوناش والرافعات والطائرات. فالمهم يعني فالإنسان يتواضع. كان الإمام الشافعي متواضعا وكان يعترف بالفضل لمن سبقوه. كان له حال مع الله سبحانه وتعالى، عبادته وفضله أقر له الجميع بهذا. يقول أحد تلامذته، يقول: بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله أن يرحمه، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. وقال ربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء: الثلث الأول يكتب، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. أحيانا ناس كثيرون، هذه كلها دروس مهمة، العاملون والدعاء في حقل العمل الدعوة الإسلامية أحيانا ما يهملون حالهم مع الله وعبادتهم مع الله، لأنهم مشغولون بدعوة الناس.
كثير من الناس يكون في اجتماع مثلا لخدمة الجالية أو لمؤتمر أو 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 ويأتي وقت الصلاة فيؤخرون الصلاة، وأنا أحيانا أندهش، نقول نحن نجتمع لندعو الناس أن يحافظوا على الصلاة ونحن نفرط في الصلاة، نحن أولى أن نحافظ على الصلاة. إذا أردنا أن نخدم الإسلام والمسلمين فنكون قدوة، نكون مثل، أن نلتزم بهذا الدين، أن نمارس هذا الدين ممارسة حقيقية، ثم ندعو الناس إلى هذه الممارسة. وهذا دأب وحال علماء هذه الأمة، كانوا يفعلون ما يقولون، كان له حال مع الله، عبادته مع الله، جلوسه لتعليم الناس وهكذا. حتى قال عنه العلماء أحد أهم وأشهر تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل مؤسس المذهب الحنبلي، يقول ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي عليه منة وفضل. يعني الإمام الشافعي ما أحد جاء بعد الشافعي وكتب كلمة إلا شاركه الإمام الشافعي في الأجر. لماذا؟ لأنه اعتمد على أساليب وطرق الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا الدين العظيم حينما تلتحق بهذا الركب، ركب العمل الإسلامي والدعوة وخدمة الإسلام، سيذكرك الناس ولو بعد مئات السنين. نحن الآن بعد 1300 سنة أو 1250 سنة نذكر الإمام الشافعي بالخير ونترحم عليه، حسنات مستمرة تذهب إليه هو في قبره. لماذا؟ لأنه قام بعمل عظيم نذكره دائما بالخير. فاختر لنفسك، هل تريد أن يقال العباس رضي الله عنه أو أبو لهب غضب الله عليه ولعنه؟ هذا اختيار، هذا من ضمن الاختيارات التي نختارها في حياتنا. حتى أن عبد الله بن أحمد بن حنبل لما رأى إعجاب أبيه بالإمام الشافعي تساءل، يعني يا أبتي لماذا هذا الرجل؟ وكان الإمام أحمد بن حنبل يروي يقول أننا كنت كلما أصلي في السحر وأسجد أدعو لستة منهم الشافعي. فابنه عبد الله قال يا أبتي أي رجل كان الشافعي؟ سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. يعني الإمام الشافعي كان كأنه شمس لهذه الدنيا، هل نستطيع أن نعيش بدون الشمس؟ وكان العافية للبدن وصحة لبدنك، هل نستطيع أن نعيش بدونهما؟ فيقول فانظر هل لهذين من عوض؟ هل نستطيع أن نستبدل الشمس أو أن نستبدل العافية؟ يقول عنه يونس بن عبد الأعلى قال ما كان الشافعي إلا ساحرا، يعني سحرنا، ما كنا ندري ما يقول، نتعجب مما يقول، إذا قعدنا حوله من عظمة وجمال ما يقول. وانظر كان يقول كان كأن ألفاظه السكر. شوف الجمال، يعني يقول إيه حينما يتكلم الكلمات التي تخرج من فمه وتقع في آذاننا لها طعم السكر. شوف هذه الحلاوة، انظر هذه الحلاوة وهذا الجمال الذي يتلقاه التلاميذ والطلاب من إمام عظيم كالشافعي. هو يستمتع بهذه الكلمات كما يستمتع أحدنا بالطعام والشراب والحلوى وما شابه ذلك. انظر أين همنا الآن، كان همهم في رؤوسهم وفي تلقي العلم فكانوا يشعرون بالحلاوة لهذا الأمر، ونحن همنا أكثر في الطعام والشهوات. لذلك من المقاييس تختلف، ولذلك نعيش ما نحن فيه الآن، نحن نعيش هذه الظروف الصعبة والأليمة التي تمر بها أمتنا لأننا فضلنا ما أسفل الرأس على ما في الرأس، تركنا المعالي وتركنا العلم والتقدم واهتممنا. حتى الإمام الشافعي سنرى كان له اهتمام كثير بالطب، كان يقول أن المسلمين ضيعوا ثلث العلم بتركهم لأمر الطب لليهود والنصارى، وكان يرى أن الاشتغال بالطب أهم مهنة وعمل بعد الاشتغال بالفقه وعلوم الدين. انظر هذا الإمام العظيم الذي يدعو الناس لا فقط إلى أمر الآخرة ولكن يدعوهم أيضا إلى أمر الدنيا. فكان يقول كأن ألفاظه سكر، وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن، كان الكلام والأفكار تسيل من ذهنه كما يسيل الماء من الشلالات، فيضام من العلم والفصاحة، وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة.
كان الإمام الشافعي من أقوى الناس أو العلماء حينما يناظر العلماء، وكان يناظرهم لا لينتصر عليهم، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنة المخاصمين له. لم يكن يتمنى أن يكون هو صاحب الحجة، لم يتمنى أن يكون هو المنتصر في أي جدال أو في أي خلاف بينه وبين العلماء. كان له الكثير من الكرم والعطاء رحمه الله. موضوع الكرم عند العرب له أهمية كبيرة، وهذا أحد أسباب اختيار الله سبحانه وتعالى للعرب لكي يحملوا الرسالة الخاتمة. كانوا أهل كرم وسماحة وعطاء. انظروا إلى كرم الشافعي. كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام، فقال رحمه الله: أفلست من دهري ثلاثة إفلاست، يعني أفلست ثلاث مرات، لم يكن معي أي شيء، فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي بنتي وزوجتي. ابنتي وزوجتي باع ما عندهم من الحلي والذهب والمجوهرات، ولم أرهن قط، يعني لم أرى هذا الذهب وهذه الحلي ولكني بعتها. هل كان يبيع لأنه يريد أن يتمتع بالدنيا ويلهو ويلعب؟ أبدا. كان يسأل أصحابه، يقول الربيع: تزوجت، فسألني الربيع: كم أصدقتها؟ قال: قلت 30 دينارا، حوالي 7500 دولار أمريكي تقريبا، عجلت منها 6 والباقي مؤخر، لم يكن عندي باقي المهر أو الصداق أعطيه له، فأعطاني 24 دينارا، حوالي 15,000 دولار أو شيء من هذا القبيل. هو لم يتردد. يعني تخيل الآن نحن مع أصدقائنا أو أقاربنا، وترى إنسان صديق لك، هو لم يسألك، لم يطلب منك مالا ولا قرضا، لكن أنت تعلم أنه لم يستطع، فكان يجود بما عنده. قدم الشافعي صنعاء، طبعا احنا قلنا أنه كان فقيرا، ولكنه مع كبر سنه وعلو شأنه وشهرته بين الناس أخذ المال يتدفق عليه، سواء من الخلافة أو من الوجهاء والتجار، فكان يعطونه الكثير من المال. فكان معه مرة ذهب إلى اليمن إلى صنعاء، فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار. الدينار تقريبا 4 جرامات وربع ذهب، والجرام بحوالي 60 دولار، يعني 242 دولار الدينار الواحد، فتقريبا كان معه 2 مليون دولار في الخيمة. تمام، فضربت له خيمة ومعه 2 مليون دولار. ماذا سنفعل نحن؟ 2 مليون دولار أحلام سنحققها. فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء، يعني 2 مليون دولار دخل الخيمة، أخذ الناس الفقراء يدخلون عليه ويخرجون، بعد أن انتهى ساعة ساعتين يوم يومان إذا بالمبلغ كله ينتهي. هذا هو الكرم. الواحد منا الآن لما نقول والله أنا تبرعت ب100 دولار في أخ عنده مشكلة أو بنت يتيمة أو شخص مريض، لما نتبرع ب100 دولار ولا 1000 دولار تذهب إلى البيت كأنك أسد وليث، تبرع وأعطى هذا الرجل في يوم واحد. لماذا؟ لأن المال عندهم كان ليست له أي قيمة. هذا هو كرم الإمام الشافعي. هذا يعطيك دلالة أو دليل على هذه الشخصية العظيمة التي تبوأت هذه المكانة، ليس فقط في الجانب العلمي ولكن في الجانب الإنساني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم اما بعد. طبعا احنا قلنا هناك، نحن قلنا كثير من الدروس نتعلمها من الشافعي، ولكن سناخذ بعض الدروس. الدرس الاول انا ذكرت موضوع الجمع بين المذاهب، ولكن قبل هذا الموضوع، قبل ان نتكلم فيما بعد ان شاء الله، في درس مهم هو ام الشافعي. هذه امرأة مات زوجها وعن عندها طفل عمره عامان يتيم. ببساطة شديدة جدا كانت هذه الأم ممكن تتزوج وتأخذ الطفل، تذهب به إلى محل أو إلى صنعة يتعلم يعمل ثم ينفق عليها. ماذا صنعت أم الشافعي؟ صنعت أم الشافعي الشافعي. هذه المرأة العظيمة صنعت الشافعي.
هذه المرأة العظيمة قدمت لنا درسا مهما في ما هي وظيفة الزوجة والأم، لأن كثير من الناس الآن يختلط عليه الأمر. الآن الحركة النسوية وضغوط المجتمع المعاصر أن المرأة يجب أن تخرج إلى العمل. من قال لكم أن المرأة لا تعمل؟ المرأة تعمل في بيتها زوجة وأم، هذه الوظيفة العظيمة التي كلفها الله سبحانه وتعالى بهما، أن تكون زوجة وأن تكون أما. هذا هو العمل الرئيسي، هذا هو العمل الكلي، هذا هو العمل الأصلي. أما إذا كان عندها فضل وقت وأرادت أن تعمل عملا آخر بالإضافة لتربية أبنائها، هذا فضل منها، ولا يجب على المجتمع أن يجبرها على ذلك، بل يجب على المجتمع أن يعينها على العودة إلى بيتها وإلى دارها حتى تربي الأجيال القادمة. ما يمر به المسلمون الآن، سواء كنا في بلاد الإسلام أو حتى في كندا، ما نراه الآن من انحرافات فكرية وتغيير مفاهيم الزواج والعلاقات الطبيعية السوية، كل هذه الأمور. تخيل أن الأم تجلس في البيت. عندنا 4 مؤسسات في أي مجتمع إنساني، عندنا مؤسسة البيت، مؤسسة المدرسة أو الكتاب فيما سبق، مؤسسة المسجد، ومؤسسة المجتمع. هذه المؤسسات 4 تعمل بالتوازي على تشكيل عقلية الإنسان والطفل بالتبعية. نحن في كندا ونعلم أن مؤسسة المدرسة هي مؤسسة علمانية لا تعلم الدين، وتوجد بعض الأمور التي لا توافق شرعنا، فاتركها على جنب، نأخذ منها الصالح، وهو العلوم التقنية، الرياضيات، العلوم، الكيمياء، الفيزياء، كل هذه الأمور نأخذها فقط، علوم الإدارة، إدارة المشاريع، ولكن ما يتعلق بالأخلاق والسلوك الإنساني لا نأخذه من مدرسة إلا موافق شرعنا. طيب، بقي عندنا مؤسسة الأسرة، مؤسسة المسجد. الناس لا تأتي إلى المسجد إلا يوم الجمعة في الغالب، وبعض الناس لا يأتي المسجد إلا في العيد، وبعض الناس لا يأتي المسجد إلا حين يموت ليصلوا عليه، تمام؟ طيب، القليل ممن يأتي إلى المسجد لتعلم الدين ويحضر الدروس الأسبوعية ويحفظ القرآن وكل هذه الأمور. فدور المسجد للأسف مهم ومؤثر، ولكنه محدود لمن اختار. أنت تختار أن يكون المسجد له دورا في حياتك، لكن المسجد لا يستطيع، إن شاء الله ربنا يرزقنا طريقة ما نستطيع أن نصل بها إلى بيوت الناس حتى نتفاعل معهم، لكن المسجد دوره اختياري. طب دور البيت، بقي دور البيت. طبعا المجتمع هنا في كندا في الصالح والطالح، نفس مشكلة المدرسة. المدرسة لم يتبقى إلا مؤسسة البيت، الأم والأب. الأب، الله سبحانه وتعالى، طبعا لا يوجد وقت نستقرأ الآيات، ولكن هذه الآيات التي تعلمونها جميعا، لما قال حوار بين الله سبحانه وتعالى والشيطان والإنسان، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، آدم وحواء، من الجنة فتشقيا، ولا فتشقى؟ فتشقى. ثم فسر القرآن ما معنى الشقاء: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا. فعاد القرآن إلى الحديث عن آدم وحواء، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم وربه فغوى. ثم عاد القرآن الحديث عن آدم. خلاصة الكلام، وقارن حينما تعود إلى البيت، وهذه من المقارنات المنطقية العقلية الجميلة، متعة أن تقارن بين آيات القرآن حتى تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. حدد الله سبحانه وتعالى أن آدم سيشقى حينما يخرج من الجنة، سيشقى في تأمين الجوع، عدم الجوع وعدم العري، والعمل سيعمل، سيكد، سيخرج في الضحى ليعمل ليؤمن البيت. والقصة المشهورة في سورة المجادلة أو المجادلة، الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة، حينما ألقى عليها زوجها يمين الظهار وقال عليها وقال لها أنت علي كظهر أمي، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول
إن لي منه أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. هذا الفرق الجميل التي علمتنا إياه هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، تقول أن مسؤولية الأم في التربية. هذا درس في منتهى الأهمية نتعلمه من قصة الإمام الشافعي، أن هذه الأم العظيمة حينما تفرغت لدورها الحقيقي وهي أن تربي هذا الإمام العظيم استطاعت أن تقدمه لنا، ولذلك علينا أن نقوم بهذا الدور. هل معنى هذا أن الأم أو المرأة التي ستترك العمل وتركز في بيتها وتربي أبنائها ستحرم من الأجر؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام العظيم صلى الله عليه وسلم ليس يعني من البشر أحد يساويه. كل عمل تعبدي نقوم به الله سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أجرا مثله، الدل على الخير كفاعله. كل مسلم منذ أن أسلم إلى يوم القيامة، كل واحد يعمل عبادة الله سبحانه وتعالى أو يتعبد الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن، من صيام، من أي شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسوق له نفس الأجر. ولذلك لا يستطيع أحد أن يصل إلى منزلة الله سلم بس من الحسنات، فقط من الحسنات. طيب الإمام الشافعي له من الأجر العظيم، طب أمه أليس لها من الأجر مثل أجر الشافعي؟ بالطبع لها. هذه الأم البسيطة، كم من أم بسيطة، وانظر إلى آلاف العلماء التي مرت بهم أمتنا، أو في سواء في العصر القديم أو العصر الحديث. اذكر أي شيخ في مصر، في سوريا، في الهند، في باكستان، في أي مكان في العالم العربي، تجد الأمهات العفيفات الحافظات الذاكرات الله كثيرة التي ليس لديهن العلم الشرعي وأصول الفقه و ولكن لديهن حب الله سبحانه وتعالى، ولديهن هذا الفهم العظيم لخدمة هذا الدين، فتربي أبنائها. وذلك هذه دعوة من خلال سيرة الإمام الشافعي أن تعود المرأة إلى بيتها. المرأة تخرج لأمرين، خدمة بنات جنسها ولضرورة، إن لم يوجد رزق يكفي الأسرة والأم يجب أن تخرج العمل، هذا لا بأس به، ولكن أن نطمع وأن نطمح في المزيد والمزيد والمزيد، ثم يكون الثمن أبناؤنا أو يكون الثمن أبناءنا، هذه تضحية غالية جدا بدون مقابل. ولذلك هذا الدرس العظيم الذي أختم به اليوم، أن تعود المرأة إلى بيتها، وأن نربي بناتنا على أنه تعلمي، لا بأس أن تتعلمي، ولكن البيت البيت البيت، زوجك ثم أولادك، هذه هي مهمة حياتك، وتعلمي كما شئت، ولكن لا تضحي بهذا البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى الحق، أن يعود الحق إلينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا العلم النبيل وهذا الفهم الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم حرر ديار الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، إلى أبينا آدم وأمنا حواء، واهد ذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.